فضيله الشيخ هيثم ابن محمد جميل سرحان المدرس بمعهد الحرم المدني سابقا والمشرف العام على موقع التاصيل العلمي والداعيه بوزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون النهي عن التسمي بقاضي القضاه لان القاضي على كل قاضي هو الله، هذا تعدي على جانب الربوبيه يقول قاضي القضاه حاكم الحكام، ملك الملوك، شاهان شاه بلغه الفارسيه ما يمكن لان القاضي على كل قاضي هو الله سبحانه وتعالى الا اذا قيد هذا بزمان او بمكان او بطائفه يصح يقول قاضي قضاه القرن السابع هو ابن حجر يصح لكن الاولى ترك هذا نعم